يعني الحرب الموجود بسوريا بالخاص محافظة درعا يعني عندنا من أجل الأطفال فلينا بهم. يعني طلعنا بصعوبة كثير كثير يعني من سوريا، ظلينا تقريبا شي 4 أيام من قصف من هذا، تعرفنا نفوت على الحدود الأردنية. يعني كان تقريبا شي عمره 2 سنين صار يحكي طوى بالحكي بالبداية، بعدين الله رب العالمين صار يحكي بالبداية، وبس صارت عندنا الدب والذرب والهذا من الصوت من هذا كنت مظل مكتوم نهائيا من الخوف، كان يهرب من هذا لا حكي ولا حبي. الجهاز يوم كان راكب عليه وتسمع عليه كانت مبسوطة فيه، بس الجهاز الداخلي قلت لك ضرب، حاسس كأنك عم تسمع. يوم راكب يمكن تسمع شيء خفيف تغير شكلها. والله بتمنى شيء يطلع شيء دكتور شيء مهندس، بس هالشيء الوضع اللي احنا فيه صعب. الوضع اللي فيه احنا شيء صعب والله يا ياسر. طبعا شيء اكيد حابب ارجع سوريا، بس هذا الوضع طبعا. اذا ما هذا الوضع صعب ارجع بلدي.